ليه 100 مرحبا. اسف للازعاج، يمكن اني جيت وقت غير مناسب. لا اهلا وسهلا فيك استاذ. شرف شرف شرف. شكرا. يا 100 مرحبا، اهلين وسهلين ومرحبتين. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين وسهلا. يعني شو منك البيت مكركب لاني بسيطة. يعني تعرف الواحد لما بيكون في اشياء بتعرف يعني. الله يعطيك العافيه. الله يعافي عمرك يا رب. يعني قدر الامكان ماشي الحال. ايه ماشي الحال. يا اهلين وسهلين ومرحبتين. اهلين بالجار. بعرفك على حالي، انا صائب الهنداوي وبيقولوا لي ابو عادل. يا اهلين وسهلين، شرفت كثير ابو عادل. يا 100 مرحبا. شلون بتحب قهوتك حبيبي؟ لا تاخذني صفيان لحالي، ويعني لازم اغلي لك القهوه. انا اقسمت عليك لا تتحرك ولا تزعج. ما حلوه ولو جار. انا ماني جاي اجربك يعني. الواحد ماني جاي اجربك. الله يخليك يا جار، شكرا. المهم رح فوت موضوع راسا. تفضل. أنا عندي بنت عم تنطلب للزواج، وبالصدفة طلبها شاب ما بنعرف عنه شيء وساكن نواحيكم بهالحارة، وقال حضرتك بتعرفه كتير كتير منيح، بقى جاي أسألك كم سؤال إذا ما فيها سئلة. ولو ما فيها سئلة منو؟ بس يا ترى مين هالشاب؟ يا سيدي اسمه رشاد حردبي. رشاد حردبي ما غيره؟ اي نعم. بقى شو رأيك فيه؟ خرج يكون نصيبنا؟ امتى عم تسألني رأيي ولا عم تتحركش حركشة؟ لا بدي رأيك على المزبوط، لأنه معلومك هي جوازة مو لعبة. بقى بدي اياك تحكي لي كأنه البنت بنتك. يا سيدي تسلم، بس ما بعرف يعني في أحراج شديد جدا. ليش مسموعيات الشاب مو منيحة؟ لا مو قصة مو منيحة. لكن شو؟ نورني. من أني ناحية؟ من كل النواحي. شوف لقلك ابو عادل، هو صحيح رشاد يعني ابن حارتنا وابن رفيقنا، بس بيني وبينك ما بدكم وجعة هالراس. شو بدكم فيها؟ بيجيكم احسن. ليش شبه؟ قالوا لي عنه منيح كتير، واجيت اسألك انت لحالي زيادة الخير خير. طيب انت عن شو بدك تسأل بالضبط؟ مثلا عيلته شلونها؟ مقطعة موصلة. والده بيحب المظاهر. والدته قوية ومدهرنة. وأصدقائه عشت نشت. عنده صديقات انبع وزنبع. ومشاويره سري مري. وآراؤه شروي غروي. وطباعه نيقة عن الخليقة. وكلامه شندي بندي. متكبر ولا متواضع؟ ناطط ومحاطط. كريم ولا بخيل؟ كحتة وبيحب الشحدة. شو بيشتغل؟ مهندس شوارع. شلون يعني؟ كيلي ميلي رايح جاي. بس قال كان بالخليج ومعه مصاري. تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. بيشرب؟ حيطه بياخده حيطه يجيبه. بيلعب؟ كسيب وهيب. مثقف؟ ما بيعرف الخمسة من الطمسة. قال عنده محل تجاري مليان بضاعة. محله عم يصفر صفر. يعني ما معه شيء. ولا هابوب ولا دابوب. متفاهم مع عيلته؟ أردن ورسان. عنده أخوات بنات؟ شفحة ولفحة. عنده عمان؟ فرحة ومرحة. إله خالات؟ خديجة وبهيجة. وشلون ما مشاهم؟ هزي مزي. لعمة ايشو هالزلمة هاد؟ منيح اللي سألتها اخي. انت سألتني جاوبتك، وانا ما بحكي الا الصراحة والصدق. جزاك الله كل خير. خاطرك اخي. يا اهلين يا اهلين وسهلين بابو عادل. تفضل اخي تفضل. لا تأخذني مشان الرسول. على شو اخي؟ لا مو على شي، بس طالعتك من عندي ظهرك بالك يا كبة يا دعسي. اهلين ابو رشاد. شو اهلا وشو سهلا. العمى انه انت ما عندك جس المروءه. اوه ليش بقى ابو رشاد؟ العمى يضرب عيونك ضرب وعم تقلي ليش كمان؟ لك فركستني جواز الصبي وعم تقلي ليش كمان؟ لك اخ يا حيف عليك يا حيف يا حوينت الجيره والعشره الطويله. لك لو كنا معاشرين الجاب الحرش كان احسن منك. لو كنا ساكنين مع اطباع الجبل اشرف من السجن معك.
بس يا ابو رشاد انا حكيت الصراحه والصدق وتوخيت. وخاف ضريبي الشابتك اش قال توخيت قال لئيم ندل لك ما فيك بايعه. شو اخ جمال لا قاعد هون يظهر ما كملت محاضرتي وجعلي راسي شوي فقلت لحالي يا ولد تعال غرفة الإدارة واشرب لك كاسة شاي. يفتح حريشك هاي أول مرة بلقي فيها محاضرة بالمركز الثقافي كان بدي إياك تكملها الأخرة. أسيدي مر علي شي شلون شفت اللي إياها؟ بدك رأيي بصراحة ولا عم تتحركش فيني حركشي؟ بالعكس أنا بدي رأيك بصراحة. بصراحة ما بعرف يعني عنوان المحاضرة أكبر من مضمونة. شلون يعني؟ يعني عنوان المحاضرة السياسة المعاصرة في دول العالم الثالث. مظبوط. إيه بس أنت حكيت عن الحكام وأعوانهم عبر التاريخ. يعني ما عجبتك؟ لا ما بعرف. مو أنت عم تسألني رأيي؟ بلى وبدي أسمع منك رأي مفصل. ما بعرف استاذ هاني عم تحرجني هيك عم تحرجني تماما. لا بالعكس اخي جمال احكي احكي ولا يهمك. انا اصلا بحب النقد صدري رحب. بصراحه انا ما فهمت لهالمحاضره راس من ذنب لا معنى ولا مبنى يعني. وشو بدك تقول فيها ما كنت افهم؟ يعني نقد مو نقد، تحليل مو تحليل، عرض مو عرض. بدك تهاجم السياسيين وخايف، بدك تمدح عم يجي المديح على المكشوف فج تماما. وخلطت لي شعبان برمضان ولجأت لي للحلول التوفيقية الباهتة حتى ما حدا يزعل منك. هلأ هذا تقييمك لمحاضرتي؟ هذا رأيي. إيشو جنيت جمال؟ لعمة يصلي 16 سنة عم درس مادة السياسة والاقتصاد بالجامعة وتلاميذي صاروا وزراء ولا جاي أنت تقلي لا معنى ولا مبنى؟ هذا رأيي. اروح عنها يرحم اللي قال. شو فهم الحمير بأكل الزنجبيل؟ الحمار شممو وردة أم أكلها؟ مثقف ولسانه زفير. انت يحطوك للضحك وبس. ايه جمال وبعدين؟ شو بعدين؟ ما صفي لي صاحي، مرتي حردة، جاري عمل لي بهدلة، صديقي اعتبرني لئيم. طبعا يلي بدي احكي الصدق بدي يكون قد الحملة. وشلون بدي اقضي بقية عمري؟ اي ما صار لي 3 ايام عم بحكي صراحة والصدق نص البشر صاروا اعدائي. وضروري تحكي الصدق انت التاني؟ معلوم انا ما عادت اكذب بحياتي كلها. مو مسألة تكذب اخي جمال، بس معاشرة الناس بدها فن ومسايرة ومسايسة، مو دجني دشتك العافية. يعني الكلمة الحلوة بتطلع والكلمة البشعة بتطلع، بقى ليش لتكسب عداوة الناس؟ ما بقدر خون ضميري. أنا ما عم إلّا خون ضميرك، بس في كذب ما منه ضرر. ما بقدر يا أخي، ما بقدر نافق وكون بلا رأي. شو بدك تساوي؟ هيك الناس، الناس بتحب المجاملة، بدك تجاملهم لتريح راسك. يعني أنا لو كنت محلك ما بخلي مرتي تزعل مني، ولا جاري ياخذ على خاطره، ولا رفيقي السياسي يقطع لي ورقة. وشلون بقى؟ رجع مثل لي الحوادث نفسها واعمل مثل ما عم اقول لك وشوف النتيجه. شو رأيك بهالمقلوبة؟ يا سلام، كل اللي عجبني فيك طبخي، فشل أكبر طباخ يجيب النكهة. والرز شلونه؟ مبسوط الله يبصلي. نعم
يعني بجنن بتقدم لملوك كتير 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 ناجح معك. لكن جمال الطبخ نفس. فعلا نفس. يعني انت جيبي نفس المقادير ونفس اللوازم ونفس الادوات وخلي واحدة غيرك تطبخ بيطلع طبخة بقريت. لهالدرجة؟ وأكثر، لأنه الطبخ فعلا فن، فن حقيقي مثل الشعر، الشعر والأدب والموسيقى والنثر، فن 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 حقيقي. لك يسلموني أناملك أعطيني ياهم، أعطيني ياهم إذا ما بصير سألي إن شاء الله. شو هدول؟ لك أناملك حتى بوزهم. رابيض يلا بتلم أكلك. مالح الأكل شي؟ هون في نقطة، الملح يعني شوي في عرق، نسرة من عرق زايدة. لا أعوذ بالله، أصلا بعمري ما طلعت الرز راكز مثل هالمرة. صدقتي يا أوام وأنا على تاني عم بمزح. جمال أنو أحسن طبخي ولا طبخ أمك؟ لك أمك من أمي، أني صدق اختيارة، يعني ما عاد إلك لا تطبخ. أما أنت لك أنت شغلة مو معقولة، مو معقولة أنت منوب. شنو المخللات؟ مخللات بدعم سلامتي. نعم أنا قديش بحياتي دقت مخلل؟ كتير. أما مثل مخللك ما دقت، يا لساني ويا لساني ما دقت. ولا ما بخيال؟ ممتاز رائع جدا، توم راكز كتير، أمم حلوين اللبن ولا عم يشط ولا عم يمط. هاتي هاتي لي الزبدية حتى غبل شي غربة. لك لا أكل بالمعلقة. ما بترويني المعلقة، ما عاد فيني صبر هيفاء، بدي غب غب الجمال. إن شاء الله بتقبرني يا جمال، كل هالقد أخذ عقلك طبخي؟ أصلا ما رح يجيب أجلي إلا طبخك. من كتر مراكز. ايه بعيد الشر عنك، الله يخليك فوق راسي. هيفاء نفسي طالب الحمض، اعطيني سفرجلة كبيرة من عندك. خير اللهم اجعله خير. مرحبا. اهلين وسهلين. آسف للإزعاج، يمكن إني جيت بوقت غير مناسب. لا أهلا وسهلا ومرحبا، أهلين تفضل. شكرا. يا بيت مرحبا. اثنين قهوة هيفاء. أهلا وسهلا ومرحبا. بالعين جار. أهلين. بعرفك على حالي، أنا صائب الهنداوي وبيقولوا لي أبو عادل. بقى جاي أسألك سؤال عن واحد اسمه رشاد حردبي، دخلك شلون مسموعياته؟ مسكو عنبر. والده زلمة مقدر. والدته عسل وسكر. وأصدقائه لازم أشر. عنده صديقات؟ ما عنده ولا صديقة. وآراؤه صائبة ودقيقة. كريم ولا بخيل؟ بالعكس إيده سخية. يعني نحن منصوحين فيه 100%. يعني آدمي من الجامع للبيت ومن البيت للجامع. صحيح، ما حكيت إلا الواقع. يا الله يطمن قلبك يا رب. ما بحكي إلا صدق. يعني نجوز البنات وبتكون أنت اللي كسبت. يا الله يبشرك بالخير يا وش الخير. يا أهلين يا أهلين. أهلين أبو عادل. أهلين أستاذ جمال. أهلين أهلين. تسلم لقلبي تسلم لقلبي، شو إنك فهيم. أخي أبو عادي حكالي إنه حكيتوا عنا كلام حلو يا حلو. بتستاهل أبو رشاد. الله يخليك الله يخليك، فعلا فعلا والله ونعم الجيران. أخي حددنا الكتاب يوم الخميس الجاي، وهي بطاقتك بالرأس العرمة. نعم تشريفكم. ها متشرف ان شاء الله. الله يخليك يا رب، الله يخليك ويديمك. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. قلت لك انا عجبتك المحاضرة. عجبتني وبس يا سيدي، انت لازم تترجمها وتنشرها لأكثر من لغة. هيك قلت؟ ايه طبعا، حتى الأجانب يعرفوا انه في عنا بالبلد مفكرين سياسيين من مستواك. الله يطمنك، لاني كنت ظاني. أعوذ بالله، لا تظن منوب. انت شف لي الناس بالصالة، ما حدا نايم، كله عم يسمع لك وكأن على رؤوسهم الطير. وبالعادة الناس بالمراكز الثقافية بيشخروا وبيناموا كمان.
يعني ما حدا نام هيك؟ ولا واحد. تعدمون كلهم فنجر عيونه فنجرة. عظيم عظيم جدا. الله يقويك ويحرسك من العين يا أستاذ هاني. ولا يحرمني منك يا لساني يا لساني بتمي. شلون ما درتك بتندى؟ قوم بقلك قوم الحاني. لوين؟ عازمك على العشاء. ايه اخي وديع، مثل ما قلت لي ساويت. عجبك هيك؟ شفت بهالطريقة تكسب ود البشر. واذا بدك تعيش مستري شو ما شفت قول منيح. هيك فكرة معلوم. افتح الباب. معلوم اخي جمال معلوم. بهالطريقة هاي كل الناس بيحبوك وبيدللوك وبيشقشلوا فيك شقشلة. ايه بالكرسي. ما بعرف يعني عاجبك انت بس مو مريح. هو فعلا مو مريح. خالتي اشتريت واحد من هالنوعيه مثله بالضبط. مو مريح النوم، دائما تشكي منه، لواياته على طول مقرمين. انا فكري هاد له طراحه اريح. اعوذ بالله، كل كرسي له طراحه اريح من يلي ما له طراحه. ما بدك يا هداك انسى، فعلا هذا احسن، احسن بكثير. شو جاب لجا؟ بس استاذ يعني هاد بسناداته اريح. سناداته؟ من جهه السنادات. كل كرسي له سنادات وما له طراحه اريح، لانه الانسان بيرتاح على ايديه اكثر ما يرتاح على هذا. اريح، هذا اريح بكثير. بس فكري انا هاد طراحته وبسناداته اريح. أعوذ بالله. وأنت اللي قلت إذا بالكرسي توفر سنادات وطراحة بدك تنسى البقية، خذوا هذا وبتكون أنت اللي كسبت. هذا أريح كل شيء، ما بدك ياه ندم. بس مو حلو. هو هذا أزمته فعلا، يعني مو حلو منه، يعني استحيت لك يا بس فعلا مو حلو، يعني مشرشح، يعني وين ما كان فيه منه شرشوح كثير. هداك 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 إذا حط له طراحة مع سناداته أريح شيء. أعوذ بالله. إذا فصلت له طراحة، إذا رحت لعند منجد وفصلت له طراحة بتكون أنت اللي كسبت فعلا. يعني بتحس كأنك نايم على تخت بينام عليه. بينام عليه؟ إيه لك بينام فعلا، كثير بينام عليه. يعني أستاذ أنا قديش شفت كذابين ودجالين ومنافقين مثل هالأستاذ ما شفت ولا عيني رأيت. مزبوط كلامك، مزبوط. عمرك أطول من عمري، عم تحكي صح أنت، لأنه أنا هيك لك، هيك أنا يا ناس.